اسعد الله اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات بين سبورتس، نحييكم مجددا ونعود واياكم مره اخرى لملعب اولسن موسو، ملعب نادي اولسن هيونداي الكوري الجنوبي، والذي يستقبل في هذه المواجهه نادي كاواساكي الياباني ضمن مواجهات المجموعه الثامنه لدوري ابطال اسيا للموسم الحالي، الجوله الثالثه طبعا، اخر جولات مرحلة الذهاب بالنسبة لهذه المجموعة التي تعتبر كما قلنا مجموعة مغلقة إلى حد بعيد، هي الأقل تهديفا ما بين المجموعات الثمانية في دوري أبطال آسيا حتى الآن. أربع لقاءات سابقة شهدت تسجيل ثلاثة أهداف فقط، مباراة انتهت بالتعادل السلبي وثلاث مباريات انتهت بانتصار أحد الفريقين بهدف دون مقابل، بالتالي يعني وفاء لهذه الأمور التي تحدثنا عنها لقلة التهديف و تكافؤ الفرص وتساوي المستويات ما بين الفرق الأربعة. الشوط الأول انتهى بتعادل سلبي ما بين صاحب القمصان الزرقاء صاحب الضيافة في هذا اللقاء وضيف كاواساكي الياباني، الفريقان تبادلا الأفضلية في الشوط الأول وكان هناك يعني تقاسم السيطرة والخطورة، بالتالي أيضا الفرص قليلة، كل هذه المعطيات قادت الفريقين إلى تعادل سلبي في نهاية الشوط الأول. حاكم اللقاء السيد تركي الخضير الحكم السعودي ينطلق في هذه المواجهه في شوط المباراه الثاني، وبعد الصافره بثواني يشهر بطاقه صفراء مبكره في وجه اللاعب هاسيغاوا. طبعا فريق اولسان الكوري اجرى تبديل مبكر تيم انسونغ الى ارضيه الميدان في مطلع الشوط الثاني. التشكيلة اليابانية تم شهادة التبديل الكوري وفي عرضية سهلة في يد الحارس سونغون، خرج سونغجور ودخل إنسونغ في صفوف أولسان، يلعب بقيادة المدرب المحلي الدولي السابق والمهاجم السابق للمنتخب الكوري سيد كيم دوهون. نادي أولسان في هذا اللقاء أصبح يلعب بشكل التالي: سونغون في حراسة المرمى، تايوان يونغسون تشانغسو المحترف الهولندي، بورثيوس ميونغ جاي جيكو، ميكل ديسكروت المحترف الامريكي، بوك يونغ جونيور نيجراو المهاجم البرازيلي والبديل إنسونغ كما قلت، إنسونغ عوضا عن سونغ جون، بينما كاواساكي يلعب بسونغ ريونغ الحارس الدولي الكوري الجنوبي في حراسة المرمى للفريق الياباني، ماغوينو البرازيلي، فيت جيرالد، كورمايا، هاسيغاوا، كوباياشي، ليناغا، كايو سيسار، تاناكا، لياندرو، داميا، والبديل الاضطراري كما قلنا في الشوط الاول تاتاسوكي نارا عوضا عن مصاب تانيكوتشي بقيادة المدرب تو اونيكي. هذا المدرب الكوري سيد كيم دوهون يعترض على قرار حكم اللقاء الذي يشير حكم المباراة، اعتراض شديد طبعا، بينما حاكم اللقاء يطالب بالتزام القرار. هذه الكرة واضح انها لامست البرازيلي لياندرو تامياو، بالتالي القرار لم يكن مصيب من طرف الحاكم السيد تركي الخضير. اخطاء التقدير حكم اللقاء في هذه اللقطة، لكن واجب المدرب والطاقم الفني واللاعبين احترام القرار مهما كان. الاعتراض كان شديد من جانب الطاقم الفني، كان مبالغ فيه من جانب المدرب كيم دوهيون التالي، يعني كان هناك تحذير شفوي من حاكم اللقاء لمدرب الفريق الكوري. كرة يستعيدها نادي أولسان عن طريق الحارس سونغ هون، هذا هو حاكم المباراة أمامنا على الصورة سيد تركي الخضير. كما قلت كان هناك سوء تقدير في الكرة الماضية، الكرة واضح لمست البرازيلي لياندرو داميان قبل اتخاذ اللاعب الفريق الياباني. عموما اللاعب يتواصل وكرة كورية من جديد. نذكر بوضعية الفريقين اللذان يلعبان من أجل المركز الأول في هذه المباراة. أولسان في الصدارة أربع نقاط، الفريق الوحيد الذي تجنب الهزيمة في الجولتين السابقتين، وكاواساكي الياباني ثلاثة نقاط يتساوى فيها بالرصيد مع شانغهاي الصيني، بينما يقف سيدني الأسترالي في المركز الرابع المركز الأخير في هذه المجموعة قبل الجولة الحالية التي تشهد إلى جانب هذه المواجهة لقاء سيدني وشانغهاي. سيدني
الاسترالي وشنغهاي الصيني، والتعادل 3 أهداف لكل فريق في اللقاء الذي سبقت المواجهة. تعادل مثير، أول مباراة تشهد نسبة هدفية عالية في هذه المجموعة، لكن تعادل خدمة سيكون في صالح وخدمة الفريق المنتصر في هذه المواجهة لو فاز أحد الفريقين. كورمايا، كايو سيزار، مجموعة تبدو معقدة ومغلقة كما قلت، مجموعات صعبة في دوري أبطال آسيا بالنسبة لنادي كاواساكي، هو بطل الدور الياباني في آخر موسمين، يلعب في هذه المجموعة كبطل الدور الياباني، بينما نادي أولسان هو ثالث الدوري الكوري. وفي هذه البطولة يعني 3 أبطال للدوريات المحلية، كاواساكي صيني سيدني بالدور الأسترالي وكاواساكي الدور الياباني، فقط أولسان وصاحب المركز الثالث في الدور الكوري. نتحدث طبعا عن دوريات الموسم الماضي. 5 دقائق في مطلع الشوط الثاني، لا زال فيها التعادل مسيطر بدون أهداف. رامي التماس لمصنع نادي أولسان هيونداي بطل المسابقة في عام 2012، واحد من أصحاب ال 11 لمنافسات دوري أبطال آسيا. كاواساكي أندية الكوريا الجنوبية لعبت النهائي 17 مرة، فازت باللقب 11 مرة والوصافة 6 مرات. أندية اليابان لعبت النهائي في 10 مناسبات، توجت ب7 ألقاب وكانت وصيفة 3 مرات. وكما قلنا يعني آخر بطولتين 2017-2018 هي في خزائن الأندية اليابانية، عن طريق أوراوا في 2017 وعن طريق نادي كاشيما أنتلرز في الموسم الماضي، أول تتويج في تاريخ هذا النادي الياباني الكبير. كرة أمامية خطيرة، فورس الياندرو يحضر كرة في التدخل في اللحظة الأخيرة أمام اللاعب هاسيغاوا، بعد تحضير جميل للكرة من الياندرو البرازيلي، هجوم عكسي لصالح نادي أولسان. تايوان لا ينجح في الاختراق أمام كايو سيزار، والبرازيلي يكسب رابة التماس. كايو سيزار واحد من 3 برازيليين يبدأون في التشكيل الأساسي لفريق كاواساكي الذي يملك في صفوفه 4 محترفين برازيليين، وعموما يعني تواجد اللاعبين البرازيليين بكثرة منذ أن انطلقت الكرة اليابانية بشكلها العصر الحديث وتغيرت وانقلبت الصورة كليا. اليابان يعني كانت بادئة بدوري المحترفين ونجحت من خلال بناء دوري كبير وقوي للغاية، وأصبح الدوري الياباني يعني ينجب اللاعبين المميزين. طبعا هذه الصيغة الحديثة للدوري الياباني أطلقت في عام 93، وكانت نقطة التحول للكرة اليابانية انتداب النجوم الكبار على صعيد المدرب العملاق الأمريكي ديسكي روود، المحترف بعقد إعارة مع نادي أولسان. ديسكي روود واحد من اللاعبين الاثنين القادمين بعقود إعارة لفريق أولسان في هذا الموسم، إلى جانب زميله في أرضية الميدان بوكيونغ المعار من نادي كاشيوا ريسل الياباني. كرة لمصلحة ميكل ديسكروت، تغيير اتجاه اللعب البديل إنسونغ، البديل الوحيد حتى الآن في التشكيلة الكورية إنسونغ، محاولة التوغل، عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء يبعدها تاتسو كينارا، بديل الشوط الأول في التشكيلة اليابانية، البديل الاضطراري عوضا عن تانيكوتشي المصاب. كرة من جديد لصالح ديسكروت، ديسكروت بينية جونيور على مشارف منطقة الجزاء، ديسكروت يصوب لكن في أحضان حارس المرمى، كذا هو الأمريكي أنتوني ميكيل ديسكروت، ملقب بميكس 28 عام بالمناسبة، أمريكي مولود في النرويج، موجود في أوسلو في النرويج في 2 أكتوبر 1990. يتبعها ضغط قوي لمصلحة أولسان،
محاولة متواصلة تايوان قصيرة لكابتن فريق تشانغسو. سمينو تايوان يبعد الكرة لاطمئنان على اللاعب الأمريكي الدولي كما قلت المعار من مانشستر سيتي والذي يعير لكوتبرغ السويدي لاعب سابق أيضا لروزنبرغ النرويجي جنت البلجيكي ونادي نيويورك سيتي الأمريكي. هذه الكرة المشتركة وصفوا تسكروت على أرضية الميدان ليصاب في هذه اللقطة. سجل 6 أهداف دولية لمنتخب أمريكا، 5 منها في لقاءات ودية وهدف وحيد في منافسات بطولة الكأس الذهبية، بطولة الكوكاكاف، بطولة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي في شباك السلفادور. سجل هدف والدولي الوحيد سكروت في عام 2013 عندما توجت الولايات المتحدة بلقب طبعا الكأس الذهبية على حساب بنما. كرة طويلة الآن لصالح نادي أولسان. خطيرة المحاولة عرضية بالرأس متابعة من جونيور ديغال. كرة جونيور تغادر إلى ركلة مرمى. اجتازنا 55 دقيقة من عمر اللاعب، التعادل لازال قائم حتى الآن. الجماهير الكورية يعني تشجع جونيور. هذا هو جونيور نيغراو المهاجم البرازيلي في التشكيلة الكورية، 32 عام، خبرة وتجربة كبيرتين سواء في ملعب البرازيل أو في ملعب آسيا، وتجربة قصيرة احترافية في أوروبا في الدوري البرتغالي مع نادي بلمنسج. كرة من جديد يستعيد نادي كاوازاكي. اللمسة سريعة من هناك في الناحية اليمنى، حاولة التقدم، كرة في وسط الميدان لصالح تاناكا. تاناكا بينية جميلة من كعب القدم خطيرة وصلت إلى الظهير ليس المتقدم على شمال اليسرى. كرة تمر خارج الميدان من كورمايا إلى سبيلو هاسيكاوا. هاسيكاوا يتعثر هذا والظهير ليس كورمايا. كورمايا يحضر وهاسيكاوا يتعثر ليفقد هذه الكرة. هيونداي جوائز مالية كبيرة للموسم الحالي للبطولة الآسيوية، بطل المسابقة بطل دوري أبطال آسيا سيحصل على 4 ملايين دولار أمريكي، بينما الوصيف سيحصل على نصف هذا المبلغ مليوني دولار أمريكي، ويعني جوائز مالية سخية يقدم الاتحاد الآسيوي. ارتفعت يعني قيمة الجوائز بشكل واضح في السنوات الأخيرة. الفرق التي ستلعب الدور نصف النهائي كل منها سيحصل على 250,400,000 دولار أمريكي. الفرق الواصل للدور ربع النهائي 150,000 دولار أمريكي. هذا بخلاف الجوائز التي تقدم عن كل لقاء يلعب كل فريق في هذه البطولة. جوائز مالية ضخمة بالفعل. الاتحاد الآسيوي في بطولة دوري أبطال آسيا البطولة الأهم والأغلى والأقوى في القارة الصفراء. كايو سيزار خطير المحاولة تصويب إلى تمر من تاناكا. هجوم عكسي كولان. كرة في وسط الميدان بوكيونغ. بوكيونغ يسقط على أرضية الملعب ويكسب الخطأ. هذا اللاعب المعار من الكرة اليابانية لعب لكن معار من نادي كاشيوا ريس الياباني 29 عام بوكيونغ دولي مع منتخب لعب سابق لنادي جون بوك ايضا لعب لسيرويزو اوساكا الياباني بالتالي يعرف الاندية اليابانية تماما وسبق ان احترف في الكرة الانجليزية مع ناديي كارديف سيتي وويغان اثلتيك. كيف كيونغ 29 عام وقد محترف السابق في ويغان وفي كارديف سيتي. كرة للبديل لين سونغ يتقدم لين سونغ
لمس خاطئ عن طريق اللاعب جينو. تقدم من اكمال ساعة كاملة من عمر اللاعب. والكرة تطول من ميوكجي. ميوكجاي كرة تطول عليه. محاولة من جديد لصالح نادي كاواساكي. سريعة الكرة في شمال اليسرى إلى هاسيكاوا. هاسيكاوا من جديد. اعتماد واضح لكاواساكي على الجهة اليسرى في هذا الشوط الثاني حتى الآن. كايو سيزار. الكرة تفلت من قدم اللاعب تاناكا. إنسون محاولة عكس الهجوم. دائما الفريق الكوري يراهن على الهجمات المرتدة. على الكرات السريعة بالأحرى على العمل السريع. يوكسون لكن في المرة عودة وتراجع من طرف لاعبي كاواساكي بالتالي يجبر نادي أولسان على نقل الكرة بهدوء بين العناصر المتواجدة في خط الدفاع. ساعة انقضت ومضت من عمر اللقاء كما نشاهد 60 دقيقة. ربع ساعة في بداية الشوط الثاني لكن لم يتغير شيء حتى الآن. النتيجة السلبية لا زالت حاضرة بينما كما قلت يعني مجموعة لم تشهد أهداف كثيرة إنما أخيرا تعادل بثلاث أهداف لكل جانب. أول مباراة تشهد حصيلة هدفية كبيرة في هذه المجموعة. ستة أهداف تقاسمها ناديي سيدني ونظارة بأربعة نقاط متساوية مع نادي أولسان. لكن لا يمكن لشنغهاي يعني أن يبقى في المركز الأول مكان نتيجة هذا اللقاء. كرة سريعة لصالح فريق كاواساكي. ماكوينو لم نعد نشاهد تقدم المدافع الأيمن الظهير الأيمن البرازيلي ماكوينو في شوط المباراة الثاني. ماكوينو 26 عام انتقل لنادي كاواساكي أفرانتل في يناير الماضي. كرة من جديد يابانية عن طريق الشبكة اليسرى. هاسيكاوا الشبكة المفضلة لكاواساكي في الشوط الثاني. الحلول مفقودة الفرص قليلة جدا تقريبا يعني غابت الفرص بشكل كامل منذ بدء الشوط الثاني والفرص حتى في الشوط الأول كانت قليلة إلى حد ما. تاتسو كينارا تاناكا بينية جميلة خطيرة الكرة لياندرو البرازيلي ينقلها إلى مواطنو ماكينو في الجهة اليمنى. ماكينو عرضية مرة أخرى يحسن التعامل معها. دفاع الفريق الكوري دفاع نادي أولسان هيوندي. إنسونغ حتى الآن لم يقدم الإضافة المرجوة في هذه المباراة. الشوط الثاني شاهد يعني لمسات وعلامات فارقة من سونغ للدخول كبديل. سونغ عرضية لتمر وتغطية دفاعية ناجحة للاعبي كاواساكي. تقدم كالمعتاد على الجهة اليسرى لهاسيكاوا. هاسيكاوا كايو سيزار لمسات قصيرة لناكا لصالح نادي كاواساكي. تاناكا جانب الجمهور الياباني الذي جاء ليساند الدلافين اليابانية كما يلقب نادي كاواساكي. أعداد صغيرة لكن جماهير يعني وفية وحاضرة خلف فريقها. كرة عميقة داخل منطقة الجزاء بعدم والتدخل خطورة باقية من لناكا. لناكا إلى ماكوينو. ماكوينو وداخل منطقة الجزاء محاولة المراوغة لكن لا ينجح في تخطي المدافع والكرة تعود من جديد من تاتسو كينارا. أقدر من ثلث ساعة في زمن الشوط الثاني والنتيجة لا زالت على ما هي عليه. لا شيء للفريقين. تعادل أبيض حتى الآن. فكرا وإلسان تعادل في اللقاء الأول أمام سيدني بدون أهداف. وفاز بالمباراة الثانية بهدف دون مقابل بإمضاء اللاعب جونيور البرازيلي.
بينما خسر كاوازاكي امام شنغهاي في اللقاء الاول بهدف البرازيلي هالك. ركله جزاء في الدقيقه 89 يعني قبل نهايه اللقاء بدقيقه واحده، ولكنه عوض كاوازاكي في المباراه الثانيه بالفوز على سيدني بهدف اللاعب سيتو في الدقيقه ايضا 83، هدف متاخر يعني فاز به فريق كاوازاكي على سيدني في المباراة الماضية في الجولة الثانية في اليابان. كايو سيزار ينقل الكرة باتجاه كورمايا، هاسيغاوا، كايو سيزار من جديد. 65 دقيقة تمضي بالتالي، يعني مع تقدم الوقت ستصبح الامور اكثر صعوبه على الفريقين، لان قبول الهدف سيصبح مكلف جدا. قد يصعب التعويض الى حد كبير لو سجل الهدف في الدقائق المقبله. عموما لا نستعجل الاحكام، ننتظر ما سيقدم الفريقين، ننتظر ما في شعبه المدربين. طبعا كل مدرب اجرى تبديل اضطرار ياباني في الشوط الاول، تبديل مع مطلع الشوط الثاني للفريق الكوري لنادي اولسان. لكن حتى الان كما نشاهد هنا في ملعب اولسان بوسو التعادل قائم بدون اهداف. كما قلت ملعب يتسع ل 44100 متفرج كسعه قصوى، لكن اقل من ذلك بكثير العدد الحاضر في المدرجات. هذا الملعب استقبل ثلاث مباريات في كاس العالم 2002. استعان كوريا واليابان استضاف ثلاث مباريات، اثنتين في دور المجموعات. في المجموعة الأولى لقاء أوروغواي والدنمارك، في المجموعة الثالثة لقاء البرازيل تركيا، لقاء شهير، ولقاء الدور ربع النهائي الشهير أيضا ما بين ألمانيا والولايات المتحدة أقيم في هذا الاستاد. انتهى ألمانيا طبعا بهدف في المقابل. هذا هو المدرب لكن كان واحد من العناصر المديريه في 2002 مع منتخب كوريا الجنوبيه، اخر لقاء دولي للاعب في 2003 اعتزل اللعب الدولي بعده، بينما اعتزل اللعب المجمل في 2000 وللموسم الثاني. في عام 2017 المدرب كيم توهون مع نادي اولسان. كرة ثابتة وخطأ لصالح البرازيلي ماكوينو لما اصبح النادي كاواساكي في مكان خطير، خطا على البديل انسونغ. كره ثابته مع انتصاف احداث الشوط الثاني تقريبا، خطيره لصالح الضيوف لما اصبح النادي كاواساكي. فرونتيلا الياباني اصحاب القامات الطويله داخل منطقه الجزاء في انتظار هذه العرضيه، في انتظار الكره الثابته الخطيره. ليناغا على التنفيذ، اكيهيرو ليناغا 32 عام، اللاعب السابق لمايوركا الاسباني، جامبا اوساكا الياباني، وسيروزو اوساكا ايضا. اللاعب كاوازاكي الثاني على التوالي. بارك يونغ ثاني لأرضية الملعب. بارك يونغ 25 عام إلى أرضية الميدان، كرة عرضية يابانية لكن خروج ممتاز وسونغ بدون مصاعب وبدون متاعب. يصل إلى الكرة. أنت لا؟ É doido, rapaz. Vamos pegar, tá fugindo. Não pega nada.
cara é louco. Os caras é foda mesmo. Os caras é foda mesmo. ستنطلق في 17 و18 من يونيو ومباريات الإياب ستلعب في 24 و25 من يونيو غرب القارة وشرقها طبعا غرب القارة سيلعب دور 16 في 17 و18 من يونيو وال25 و24 من يونيو الإياب شرق القارة سيلعب 18 و19 من يونيو والإياب 25 و26 من يونيو بينما دور الثمانية يلعب أيام 26 و27 و28 من أغسطس وهذا ذهابا طبعا دور الثمانية الدور ربع النهائي أيام سيكون الموعد 16 و17 و18 من سبتمبر نصف النهائي في غرب القارة الأول من أكتوبر الثاني والعشرين من أكتوبر ذهابا وإيابا في شرق القارة الثالث والعشرين من أكتوبر ذهابا وإيابا بينما نهائي المسابقة سيقام ذهابا في 9 نوفمبر وإيابا في 24 نوفمبر لتحديد بطل الموسم الحالي سبق الدوري أبطال آسيا في نسختها الحالية كرة من جديد سريعة خطيرة لصالح ميدي كاواساكي على مشارف منطقة الجزاء بحث كوباياشي يمكنه محاصر مراقب يخسر هذه الكرة كوباياشي وشنغاي الصيني سيدني الأسترالي وشنغاي الصيني تعادلا في أستراليا قبل هذا اللقاء بثلاثة أهداف لكل جانب يرفع كل فريق رصيده لنقطة سيدني نقطتين في المركز الرابع وشنغاي حاليا 4 نقاط نفس رصيد إلسان انتظار نهاية هذا اللقاء والخطأ من لياندرو دامياو كرة ثابتة سينفذها الحارس الكوري للفريق الياباني سونغ يونغ
الكره من جديد كوريا لصالح اولسان، سريعه الانطلاقه في الجهه اليمنى، انما تدخل دفاعي ناجح عن طريق فيتس جيرالد. كره خارج ميدان هو فيتس جيرالد، لاعب يملك جنسيه يابانيه، يلعب كلاعب ياباني محلي لكنه لاعب من اصول نيوزيلنديه. مايكل فيتس جيرالد 30 عام، مولود في نيوزيلندا في 17 من سبتمبر عام 88، ومثل منتخب نيوزيلندا ثلاث مرات، لكن كما قلت حاليا يلعب كلاعب ياباني. فيتس جيرالد طالب الجنسية اليابانية في عام 2013 وحصل عليها. هذا أمر يعني صعب الحدوث حقيقة في بلد مثل اليابان، لكن فيتس جيرالد أتقن اللغة اليابانية وعاش في البلد لفترة نتيجة احترافه طبعا. ركنية لصالح نادي إلسان، تايوان يكسب الركنية لصالح الفريق الكوري. أقل من ربع ساعة تفصل الفريقين عن نهاية مشوار هذا اللقاء في وقت الرسم الكامل، والتعادل كان مطلوب داخل منطقة الجزاء، ويطالب بإعادة التنفيذ مشددا. رقابة لسيقة على الهداف البرازيلي جونيور، بينما سونغ يونغ يتحضر أيضا. كرة عرضية خطيرة، سونغ يونغ بصعوبة يبعد الكرة. متابعة من تاتسو كينارا، كرة خارج الميدان إلى رامي التماس. هذا هو جونغ سونغ يونغ 34 عام، حارس مرمى منتخب كوريا الجنوبية منذ 2007، الحارس السابق للمنتخب الكوري الأولمبي والمنتخب الكوري للشبان أيضا، وحارس سابق لأندية بونغ ستيلرز، سيونغ نام وسامسونج بلو وينجز. كرة خارج أرضية الملعب إلى رامي التماس، رامي جنوبية بعد تدخل المدافع البديل نوبوريزاتو. شانغسو كابتن فريق سان هيونداي الكوري، كرة مشتركة تعود كورية مرة أخرى بقدم اللاعب ميونغ جاي، لمسة قصيرة بوريساتو يتدخل، كرة في رمية جانبية لصالح نادي كاواساكي فرونتل. هذا اللاعب كوباياشي طبعا نادي كاواساكي. واحد من محبي الفريق الكوري نادي اولسن يمن النفس بهدف انتصار وفوز يريح اولسن بصوره كبيره في ذي المجموعه، لان الفريق الكوري لو انتصر سيتصدر بسبعه نقاط ويكون مع نهايه رحله الذهاب يعني بعيد عن اقرب مطارديه بثلاث نقاط، لكن حتى الان هذا الامر لم يحدث. كره من جديد لصالح فريق اولسان، اولسان بعكس تماما فريق كاواساكي، رحلته في جولات الاياب الثلاث ستكون اكثر صعوبه لانه سينتقل خارج ملعبه مرتين ويستضيف فقط نادي سيدني هنا في كوريا الجنوبيه في اولسان مونسو ستاديوم في مدينه اولسان، بينما الفريق الياباني كما قلنا كاواساكي سيكون لديه فرصه للعب مرتين على ملعبه امام المنافسين الاشرس اولسان وشنغهاي في لقاءات الاياب في المجموعه. كرة سريعة كورية على الجهة اليمنى، تايوان تايوان لعرضية جميلة باتجاه البرازيلي جونيور، لكن رقابي أمامه، والكرة تعود لصالح جونيور في الجهة اليسرى. صراع برازيلي، يتفوق المدافع الأيمن الظهير الأيمن لنادي كاواساكي تفوق مؤقت، لم يرسل الكرة خارج الميدان، والآن
طاقم الاستعداد للدفع باخر ورقه في التشكيل الكوريه. خطيره الكره داخل منطقه الجزاء، جونيور حولها لكن الدفاع الياباني يقراها، وكايو سيسر محاوله عكس الهجوم غير ناجحه. الضغط الكوري اصبح اقوى الان ويلعب في ميدان اولسان، كان يحاول ان يكسب شيء قبل نهايه اللقاء. مراوغه جميله من تايهون تايوان يكسب ركنيه لصالح نادي اولسان هيونداي. ايضا لاعب كوري مع منتخب كوريا الجنوبيه منذ عام 2014، لاعب سابق لفريق بيرسي سيول، تحول لفريقه الحالي في 2015. كرة عرضية خطيرة في القائم البعيد، لكن دفعة واضحة من جونيور نيغراو لدفاع الفريق الياباني. التبديل الثالث أصبح وشيك، وهذه الكرة عملية الدفع واضحة صريحة للاعب الياباني تاتسو كينارا من جانب المحترف البرازيلي جونيور مهاجم نادي أولسان. هنا اخر البدلاء استعداد طبعا، لكن يعني اللاعب البديل يرتدي القميص برقم ويعني الشورت كان برقم اخر، بالتالي الان يتاهب ويستعد كيم سوآن للدخول الى ارضيه الميدان. اقل من 10 دقائق باقيه، سيكون بطابع هجومي بطبيعه الحال. كيم سوآن الى ارضيه الميدان بعد قليل، لكن في محاوله يابانيه خطيره، كره عند هاسيكاوا. هاسيكاوا عرضيه لياندرو، يحاول لياندرو يقاتل على هذه الكره. باقيه يابانيه من جانب ليناغا، وابعاد يعني بكره طويله يحافظ عليها فريق أولسان. قتالية واضحة من كابتن الفريق تشانغسو، يكسب تشانغسو ركلة مرمى لصالح فريق أولسان هيونداي. الكرة ارتطمت ب تاسيكاوا وغادرت إلى ركلة مرمى لصالح سونغ هون. حتى الآن التبديل لم يأتي، هذا هو البديل القادم المهاجم كيم سوآن. اخر البدلاء في هذا اللقاء للمدرب كيم توهون مدرب نادي أولسان لتعزيز القوه الهجوميه في اللحظات الاخيره، يعني نوع من المغامره والمبادره الهجوميه في اخر دقائق هذا اللقاء. هاسيكاوا نوبوري ساتو، طبعا كاواساكي الياباني يحتفظ ايضا بتبديل ثالث واخير. دخل تاتسو كينارا بديل اضطراري في الشوط الاول، ونوبوريزاتو في الشوط الثاني. غادر تانكوتشي مصابا كما قلنا، وكورومايا في الشوط الثاني. بينما نادي أولسان اشرك انسونغ بارك يونغ عوضا عن سونغ جون وميكل ديسكروتا اللاعب المحترف الامريكي. محاولة يابانية من جديد، كايو سيزر المجمل. مباراة يعني غاب الكثير من المتعة الكروية عن تفاصيلها، لم تلتقي للمستوى المأمول. مباراة سيطر عليها رغبة الفريقين بالانتصار والنقاط الثلاث وتخوف الناديين، لكن فضل كبير لسونغ هون بالحفاظ على الشباك الكورية في هذه الكرة، ونضيف هذا التصدي لتصديين في الشوط الاول. بالتالي يعني سونغ هون كان واحد من رجال اللقاء، واحد من فرسان الفريق الكوري في هذه المواجهه، لمقدم يعني خدمات كبيره في هذه المباراه للحفاظ على شباك ومرمى نادي أولسان هيونداي. سونغ هون 30 عام، في 30 من يوليو عام 88، لكن كما قلت لم يستدعى دوليا ابدا. كره بالراس خطيره، مبادرات ومغامرات في اللحظات الأخيرة في الدقائق الصعبة والحاسمة. كرة لمصلحة فريق كاواساكي، كوباياشي باتجاه سيكاوا صاحب الكرة الخطيرة الرائعة، هذه المرة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، وعودة إنسونغ لإبعاد الخطر.
ينجح في ابعاد الخطر وينجح في انقاذ الكره قبل ان تغادر الى ركنيه انسون مدير الشوط الثاني. كره طويله بالراس تعود يابانيه يضغط مجددا كاواساكي لكن لمسه تاناكا كانت قصيره تغادر الميدان. هذه العقليات اليابانيه يعني المدرب تورو اونيكي لازال يحتفظ بهذا اللوح ولازال يعني على هذه اللوحه التدريبيه التعليميه لازال يدور ولازال يشاهد ويختبر ما يمكن يحدث برغم بقاء لحظات ودقائق قليله. كما قلت سيستعين على مامتو في بديل الاخير بعد قليل. فعل العقلية اليابانية مختلفة يعني دائما هناك ما هو جديد ما هو غريب بعض الشيء لكن ما هو متفوق أيضا. كايو سيزار كرة طويلة عميقة داخل منطقة الجزاء فرصة لصالح نادي كاواساكي. كاميرا قصيرة إلى ماكينو البرازيلي كرة 1-2 ماكينو مرة أخرى عرضية خطيرة بالرأس الهولندي بولاثياس يبعد الخطر إلى رامي التماس. أقل من دقيقتين لختام مشوار هذا اللقاء وحتى الآن النتيجة السلبية حاضرة والتعادل العادل إلى حد بعيد لا زال حاضر في نتيجة المباراة لكن كايو سيزار وزملائه يطمعون ويطمحون لثلاث نقاط وانتصار في اللحظات الأخيرة. السيكا وصاحب التصويبة الخطيرة كرة تضيع على الفريق الياباني يسترجعها النادي لسان لكن ليس مطولا. كرة وصلت سهلة لكابتن الفريق الكوري تشانغسو ضغط عالي من طرف لياندرو حاول الياباني من جديد باقدام السيكاوا الخطيره وباقدام ليناكا. كايو سيزار ماكينو ماكوينو وعرضيه قصيره تدخل دفاعي وخروج حارس المرمى يغادر مرمى سونغون ويحمي شباكه مره اخرى. رامي التماس في الدقيقه 90 اخر دقائق اللقاء الوقت الرسمي الكامل طبعا لسونغ. نحن في انتظار قرار الحكم السيد تركي الخضير لتحديد الوقت المقدر مدى الضائع في نهايه الشوط الثاني في مباراه كانت قليله الفرص الى حد بعيد قليله الاثاره. سيطر عليها الحسابات التكتيكيه والفنيه من قبل المدربين. الكره من جديد كوريه لصالح الانسان عرضيه داخل منطقه الجزاء بعد تدخل اول من الدفاع الياباني ومسانده من ليناكا. ياندرو تحت الرقابه بالتالي اغسلت الكره. تايوان على جهه اليمنى مراوغه جميله من تايوان امام كايو سيزار. تايوان يمر عميقه خطيره لكن ماكوينو يتدخل وكايو يتابع ابعاد الخطر. 90 دقيقه انقضت بالكامل كما نشاهد حاكم المباراه سيد تركي الخضير اضاف دقيقتين وقت بدأ ضائع بالتالي التعادل السلبي أصبح قريب جدا من نتيجة اللقاء. تايوان يكسر التعادل السلبي. تايوان عرضية مثالية في القائم الأول والبديل الناجح جدا كيم سو آن يسجل هدف خالي وثمين ليفرح أخيرا هذا المتابع العاشق هذا المحب لنادي أولسان هيونداي نادي النمر الكوري يخطف هدف الأسبقية بفضل الورقة الرابحة بفضل الورقة التي أشارها المدرب كيم توهون في اللحظات الأخيرة. المهاجم القادم من مقاعد الاحتياطيين كيم سوان يخطف هدف خالي وثمين هدف سيقود الفريق الكوري للانتصار إذا صمد فقط للحظات قليلة. كورة يخطفها من القائم الأول بذكاء كبير جدا البديل كيم سوان. قلنا حاول المدرب كيم توهون أن يغامر هجوميا في اللحظات الأخيرة والمغامرة تأتي بنتائجها بهذه الفرحة الكورية الكبيرة. هدف بعد لحظات فقط من انطلاقة الوقت بدل الضائع بالثقات المحاكم المباراة بدقيقتين. كيم بديل ناجح وخيار مثالي للمدرب توهون. هذا هو كيم سوان. سوان يمنح فريقه الأفضلية والتقدم على بعد ثواني من الصافرة. يخطف كرة من أمام الحارس سانغريونغ خطأ مشترك بين دفاع نادي كاواساكي الياباني وحارس مرماه الكوري الجنوبي الدولي سانغريونغ يستغل النادي الكوري نادي أولسان هيونداي
سابقة في 2012 ويسجل هدف في توقيت قاتل في توقيت صعب تعويضه. حكم اللقاء أشار لدقيقتين من الوقت المضاف. الدقيقتان انقضيتان في هذه اللحظات وهذه الكرة قد تكون الأخيرة أمام تايوان صانع الهدف صاحب اللمسة الرائعة العرضية الموسومة في القائم الأول. هذه الإعادة لاحظ كرة بالمقاس وأيضا اختطفها ببراعة كبيرة جدا البديل كيم سوان. هذه اللحظات الأخيرة فرحة كبيرة فرحة مزدوجة للمدرب كيم دوهون فرحة طبعا بالهدف وفرحة بحسن الخيار والقرار بإشراك البديل سوان صاحب هدف الانتصار على بعد ثواني. هدف سيمكن نيلسون بالابتعاد عن اقرب مطارده في هذه المجموعه مسافه 3 نقاط. طبعا بهذه النتيجه لو استمرت ويبدو ان النتيجه اصبحت قريبه لتكون نتيجه رسميه لهذا اللقاء. نيلسون 7 نقاط في الصداره كاوازاكي الخاسر الاكبر في هذه الجوله. سيخفض رصيده وسيبقى في رصيده السابق وسيدخل في الترتيب من الرتبه الثالثه بالفعال اذا سافر الختام. اطلق حاكم اللقاء فرحه كبيره جدا لنادي نيلسون ولصاحب هدف الانتصار كيم سوان هدف قاتل في اللحظات الاخيره. يهدي نيلسون الصداره ب7 نقاط بينما كاواساكي يتراجع الى الرتبه الثالثه برصيد 3 نقاط ويقبل هزيمته الثانيه في هذه المجموعه. احبائي الكرام سعدنا بصحبتكم نلقاكم بمشيئه الله في مواعيد كرويه مقبله. لكم اطيب التحيات والى اللقاء.